مساء الخير. هي من المسؤولين عن قطاع السياحة في السعودية، ترى أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها للمنافسة عالميا، وتؤكد دائما بأن السياحة وفقا لرؤية 2030 ستكون واحدة من أهم قاطرات الاقتصاد السعودي، التي ستخلق وحدها نحو 1,000,000 وظيفة بحلول 2030. الأميرة هيفاء آل سعود نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة في سؤال مباشر. حياك الله معي أميرة هيفاء على شاشة العربية في سؤال مباشر. الله يحييك، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين والمتابعين، الله يحفظك. أهلا وسهلا. خليني أبدأ معك قبل الحديث عن الاستراتيجيات للقطاع والنتائج والأرقام والأمور اللي ممكن تكون فيها إثارة للجدل شوي، بالحديث عن يوم طال انتظاره كثيرا يعني بالنسبة للسعوديين، ويمكن أنت أيضا له أهمية خاصة. 17 مايو بعد 10 أيام تقريبا راح تفتح السعودية أجواءها وحدودها البرية والبحرية. أظن هذا اليوم كمان في مكانة خاصة أو أهمية خاصة بالنسبة للأميرة هيفاء كنائبة لوزير السياحة الاستراتيجية أو إحدى مسؤولات هذا القطاع. الله يحفظك. احنا كانت اهميتنا ومسؤوليتنا الاولى تحت القيادة الرشيدة سلامة وامن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. فاحنا اشتغلنا في العام الماضي وفي فترة جائحة كورونا الى الحفاظ على الامن والسلامه. فبما انه احنا توصلنا اليوم ان قدرنا نوفر الخدمات الصحيه المطلوبه بحمد الله، وقدرنا نوفر اللقاح، وتوصلنا لمرحله انه ممكن نفتح احنا المنافذ البريه والجويه، احنا في الاكيد نترقب السياح العالميين، ولكن في نفس الوقت حنستمر في العمل على خدمات السياح المحلية. جاهزين أميرة لاستقبال السياح اللي جايين من برا؟ إن شاء الله احنا جاهزين من 2019. طيب خليني أرجع معاك إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة المعلنة من وزارة السياحة، ومن أهم مستهدفاتها ثلاث نقاط تحدث عنها وزير السياحة سيد أحمد الخطيب. أولها هي مسألة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي للسعودية. أنت في لقاء خاص أو في لقاء سابق برضو كان متابع كثيرا، تكلمتي عن أنه كانت نسبة مساهمة هذا القطاع في 2018 وما قبل 3.5 تقريبا في المئة في الناتج المحلي. من ذاك اليوم إلى اليوم إلى 2020، كيف ممكن ننظر إلى حجم هذه المساهمة في القطاع بالنسبة للقطاع السياحي في الناتج المحلي في السعودية؟ صحيح، إحنا لما ننظر إلى 2018 إحنا كنا نتكلم على نسبة 3.2%، مما كان يساوي تقريبا 147 مليار من حجم إنفاق. حلو. لما تكلمنا على 2019 الحمد لله ارتفعت النسبة إلى 3.5%، مما كان يساوي 169 مليار ريال سعودي. طبعا احنا لما نتكلم على 2020 وفترة الجائحة واللي مرت فيها المملكة مثل باقي دول العالم، نزل حجم الإنفاق إلى تقريبا 63 مليار، والسبب الأكبر هو كان الحج والعمرة والتوقف من الإنفاق في الحج والعمرة ومن استقبال السياح في هذا المجال. جميل. ذكرتي أيضا بأن المعدل العالمي لمساهمة السياحة في الناتج المحلي الدولي هو 7.9%. اليوم السعودية تستهدف رقم أعلى من ذلك في نهاية 2030، أعتقد 10% بيكون. هو تقريبا يعني المعدل الدول أفضل عشر دول أو 20 دولة حتى في الناتج المحلي عالميا ما يقارب 10% المعدل، ما بين 10 إلى 12%. فإحنا أكيد أن نستهدف بحلول 2030 أن نكون إحدى هذه الدول. متى ممكن نوصل إلى 7.9%؟ يعني متى نكون ضمن الإطار أو القائمة المنافسة العالمية في قطاع السياحة بهذا المعدل العالمي؟ يعني احنا اليوم نشوف الخطط والبرامج والمشاريع الكبرى التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية. بمجرد تفعيل هذه المشاريع، بمجرد تفعيل هذه البرامج خلال السنوات الخمسة المقبلة، إن شاء الله نحن حنقدر نوصل هذا الرقم. جيد.
لأنه مع تفعيل هذه المشاريع إحنا نتكلم على توليد وظائف، إحنا نتكلم على استثمارات كبيرة جدا في هذه المجالات، نتكلم على أعداد غرف زيادة، فبالطبيعة هذا حيؤدي إلى إنفاق أعلى وإنفاق زيادة في مجال السياحة في المملكة. وش أهم هذه المشاريع اللي تعلق عليها هذه الآمال بالوصول إلى هذه المعدلات أميرة هيفا؟ أنا أعتقد جميع المشاريع التي أعلنت عنها الدولة مهمة جدا وستساهم. إذا إحنا نتكلم على جانب الاستثمار فهناك استثمارات متعددة من صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الدولة، هناك استثمارات عديدة أيضا من القطاع الخاص وتعمل عليها صندوق التنمية السياحي، وهناك استثمارات أخرى من رواد الأعمال. الشركات الصغيرة والمتوسط في قطاع السياحة في العالم تمثل تقريبا 80% من دخل الاستثمارات في مجال السياحة عالميا، فإحنا أكيد نعمل على رواد الأعمال وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. كم حجم الاستثمار في السياحة؟ فما أقدر أخذ مشروع واحد وأقول لك هو المهم ونخلي الباقي. طيب، كلها مهمة. في عدة مشاريع وأعلنته في أكثر من منطقة في المملكة، ماذا عن حجم الاستثمار الأجنبي في هذه المشاريع أميرة؟ وخلينا نتكلم أيضا عن حجم القطاع السعودي في الاستثمار في القطاع السياحي الآن، القطاع الخاص السعودي. احنا لما نتكلم على الاستثمارات الأجنبية، احنا اليوم لدينا تقريبا 50,000 غرفة موجودة الآن عندنا، ستنفذ إن شاء الله خلال السنتين إلى 3 سنوات القادمة، تمثل تقريبا 30 مليار ريال حجم استثمارات من مشغلين عالميين في قطاع السياحة. هذا لما نتكلم على الاستثمارات الأجنبية. بالنسبة لما نتكلم على الاستثمارات المحلية، صندوق التنمية السياحي بحد ذاته أعلن قبل كم يوم على استثمارات بحجم 2 مليار ريال لتنفيذ 100 مشروع سياحي تم توقيعه مع بنوك مختلفة في المملكة العربية السعودية. هذه 50,000 غرفة راح تكون خلال 2 إلى 3 سنوات في مناطق معينة في المملكة؟ يعني نتكلم عن كم منطقة راح تنفذ فيها هذه المشاريع أو تستهدف خلال المرحلة القادمة؟ احنا نركز على المشاريع اللي تم تحديدها ذات اولويه في استراتيجيه السياحه، بالعلم انه استراتيجيه السياحه حددت المرحله الاولى الى نهايه عام 2022 كمرحله اولى، بتحديد 7 وجهات او 8 وجهات. الان ضفنا وجهه زياده ذات اولويه اللي هي منطقه عسير الى الوجهات ذات الأولوية، فالمشاريع هذه أكثرها حتتمحور في هذه 7 وجهات، سواء كانت في الرياض، في جدة، في الشرقية، في الجوف، في حايل، في الطائف، أو في عسير، في المدينة وفي المدينة المنورة بالتأكيد. ليش ركزتوا أو استهدفتوا هذه المناطق تحديدا في البداية؟ 7 مناطق أنت قلتي أضفتوا إليها منطقة اللي هي عسير وكذلك الجوف، يعني صارت الحين 9 مناطق سياحية مستهدفة أو 9 مدن. هي الجوف من أول مشمولة من ضمن المناطق. صحيح، إحنا كان في معايير إحنا اتخذناها في عين الاعتبار، آلية الوصول، المطارات، الطرق، البنية التحتية، الطلب، وإنه كمان يكون في أسباب زيارة أو أغراض زيارة، سواء كانت أهداف زيارة للمغامرة، للطبيعة، للتراث والآثار أو إلى آخره. وبالتأكيد كدفعة ثانية ستدرج باقي مناطق المملكة بشكل كامل. مسألة توليد الوظائف هي يمكن من أكبر المستهدفات المهمة في أي استراتيجية الآن ضمن رؤية 2030، وبالتأكيد أيضا في قطاع السياحة اللي هو قطاع واعد وبالتأكيد له دور كبير في تأمين عدد أكبر من الوظائف، لكنه من أكبر التحديات أيضا أميرة هيفا. أعتقد في لقاء سابق أنا يمكن أنت وضعتي بعض الأرقام، تكلمت عن 579,000 وظيفة كانت في السعودية في هذا القطاع السياحي، 8% من النساء، 29% رجال، و63% تقريبا هم غير سعوديين يعملوا في هذا القطاع. ما أدري صححيلي إذا كانت المعلومة خطأ. إيش اللي تغير اليوم من بعد إعلان الاستراتيجية ومن بعد ما شفنا الكثير من الفعاليات الترفيهية والسياحية في المملكة خلال 2019 تحديدا اللي هو العام الكبير بالكثير من الفعاليات وحتى اليوم أميرة هيفا؟
أعتقد موضوع توليد الوظائف في قطاعنا هو أهم موضوع لنا جميعا كسعوديين أولا وكمسؤولين في قطاع الحكومي. إحنا بدينا بالفعل ب 579 ألف وظيفة، والحمد لله في 2020 وصلنا إلى 680 ألف وظيفة، وخلال الربع الأول بس من عام 2021 أضفنا 34 ألف وظيفة جديدة. تمت يعني زيادة على القطاع. طبعا إحنا أخذناها من منظور كامل، اللي هي إيش التحديات اللي تواجه الشباب والشابات في العمل في هذا القطاع، كيف ممكن نساهم، كيف ممكن نساعد من الجوانب، إذا في تشريعات معينة ممكن ننفذها، إذا في محفزات ممكن نضيفها، أو إذا حتى في توعية على هذه الوظائف ونوعيتها وكيف الوصول إليها حتى. اشتغلنا، فحاخذ لك ياهم مسار مسار. أولا عملنا 8 برامج لتأهيل التوظيف على أساس يكونون شباب والشابات مؤهلين للوظائف. دربنا في خلال 2020 113 ألف تقريبا من الصف الأمامي، وإلى الآن في الربع الأول من هالسنة وظفنا دربنا 22 ألف من الخط الأمامي. نشتغل اليوم هذا من ناحية التدريب والتأهيل. اشتغلنا مع هدف لتحفيز ودعم الرواتب الأساسية، ولرفع الأساس من زيادتها من 30 إلى 40 أو حتى 50% لوظائف معينة. والمسار الأخير اللي احنا نتكلم عليه اللي هو التوعية. اليوم احنا عندنا كان في يمكن منظور معين أو صورة معينة لنوعية الوظائف المتواجدة في قطاع السياحة. فأطلقنا حملة مستقبلك سياحة، ليست وظيفتك، هو مستقبل، لأنه مستقبل الشاب ومستقبل الوطن. وتعلمنا كثير، يعني احنا لما في أشياء احنا تعلمناها على شباب وشابات الوطن، يعني مثلا في الخارج في مهارات ناعمة يعلمونها الشباب والشابات في الصف الأمامي على الترحيب وعلى التعامل، استقبال نجد الترحيب، نجد أنه يوصلون لهم إلى أن يقولوا ويوصلون إلى أن تكون الكلمة اللي تطلع منهم حاضر أو yes sir عند الأجانب. إحنا عندنا في المملكة العربية السعودية في أساسيات في شبابنا وشاباتنا بأصلهم الترحيب، يعني لما يجي يخدمك من كابتن التاكسي أو من اللي يشتغلون في الطيارة أو من الباريستا، ما يجون يقولون لك حاضر ولا يسر، يجي يقولك من عيوني، صحيح، يقول لك تسلم، لبي، آمر. فيعني هذه شيء، هذا شيء بالضبط، هذا شيء نبغى ننميه، وهذا شيء بالعكس نبغى نبني عليه ولا نبغى نضيعه. ففي أشياء إحنا نتعلمها كمسؤولين، لأن فعلا القوة الناعمة أو هذه المهارات الناعمة موجودة عندنا، فيبغالنا نركز يمكن على أشياء ثانية وليست في المهارات الناعمة. وش تقولين الآن للشاب أو الشابة السعودية اللي وده يدخل لهذا القطاع الواعد الآن في السعودية، قطاع السياحة، وش المفروض عليه يسوي حتى يدخل في هذا المجال؟ أنا أقول لهم أنه أنتوا عندكم الممكنات، وأنتوا عندكم ما اليوم كشاب أو شابة سعودية، أنتوا عندكم الممكنات أنكم تعملون في هذا القطاع، وهذا هو قطاع المستقبل، وأنتوا لما تشتغلون فيه أو تعملون فيه أنتوا وجه المملكة العربية السعودية، أنتوا أول نقطة التقاء بالأجنبي بالثقافة السعودية، فيبنوا على هالشيء. وبالعكس الفرص إن شاء الله أنها موجودة، يعني إحنا لما نتكلم على أعداد الغرف وأعداد وأحجام الاستثمارات، هذه بالتأكيد أنها هذه اللي حيعمل فيها واللي حيعمل عليها هم الشعب السعودي، هم بنات وشابات وشباب السعوديين. نقطتين قبل ما أروح الفاصل أميرة، يمكن المرأة هي الرابح الأكبر في رؤية 20 كثير في 2030، كثير من الأمور تغيرت لصالح المرأة في القطاع السياحي. من 8% في 2018 نساء، اليوم كم صارت النسبة العاملات في قطاع السياحة؟ 11%. ممتاز. وصلنا إلى 11% ونعمل إن على زيادة هذه النسبة أكثر وأكثر. هل أنتم معنيين في قطاع السياحة بتوطين هذا القطاع بالكامل بسعودته؟
احنا نعمل مع كل الجهات المعنية على توطين هذه الوظائف. احنا نعمل مع وزارة الموارد البشرية، مع هدف ومع غيرها، لانه انا مثل ما قلت لك هي ما هي مسألة فقط تشريعات، وما هي فقط مسألة ترويج او معرفة الناس بهذه الوظائف، ولا هي فقط تحفيز وزيادة الرواتب الأساسية، فهي مجموعة من الأشياء التي نعمل عليها لفعلا تمكين نسبة الشباب. نسبة السعوديين في القطاع السياحي اليوم كم؟ سريعا. اليوم احنا وصلنا إلى نسبة سعوديين تقريبا 26%. ونعمل على زيادة هذه النسبة. جيد، خلينا أتوقف معك فاصل قصير. أميرة هيفا، أعود بعد الحديث معك في سؤال مباشر عن جوانب أخرى متعلقة بهذا القطاع. فاصل، نعود بعده للمواصلة في سؤال مباشر. حياكم الله من جديد في سؤال مباشر. ضيفتي هي الأميرة هيفا السعود، نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة. أهلا وسهلا بك معي في الجزء الثاني من البرنامج أميرة هيفا. أهلا وسهلا. ندخل الآن في كورونا والسياحة. أميرة هيفا، كورونا كانت جائحة مفاجئة ضربت قطاعات كثيرة اقتصادية في العالم، لكن يمكن أكبر المتضررين على مستوى العالم هو قطاع السياحة. أنت قلت في لقاء سابق بأنه دمرنا هذا الكورونا، لكن منظمة الصحة العالمية تتكلم عن خسائر بالغة بسبب تفشي كورونا، إغلاق الحدود، الحجر الصحي في عدة دول أدى إلى تراجع عدد السياح حول العالم بمعدل 65 تقريبا أو أكثر من ذلك في المئة. الستة شهور الأولى من 2020 بلغت الخسائر أكثر من 460 مليار دولار حسب منظمة السياحة العالمية، وقالت المنظمة بأن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة قد يستغرق من عامين إلى 4 أو 5 أعوام. وش حجم الضرر اللي وقع على السعودية، قطاع السياحة في السعودية من جائحة كورونا؟ صحيح، أنا بس عشان نضع حجم للضرر العالمي، إحنا نتكلم على منظمة السفر والسياحة العالمية طلعت قيمت حجم الضرر لعام 2020 ب5.5 تريليون دولار عالميا حجم الخسائر، وفقد العالم مليار مسافر عالميا في عام 2020. طبعا احنا لما نجي نتكلم على المملكة العربية السعودية، الحكومة قدمت دعم في هذا المجال بحول 120 مليار ريال كمحفزات وتعويض الرواتب للعاملين السعوديين في القطاعات، واستفاد منها قطاع السياحة السعودية. بس احنا لما نتكلم على ايش الاشياء اللي احنا قدرنا نسويها عشان نقلص من هذه الاضرار، يعني احنا نتكلم عالميا السياحة الداخلية في المدن نتكلم على معدل نقص 40%، يعني طاحت السياحة الداخلية بنسبة 40% تقريبا في كمعدل في باقي دول العالم، بينما الانفاق الداخلي عندنا في المملكة العربية السعودية في الصيف اللي فات ارتفع بتقريبا 33%. حلو. والسبب انه هو احنا حاولنا نقلص الأضرار، حاولنا نعمل مع القطاع الخاص، اشتغلنا في الصيف اللي فات مع تقريبا ما يقارب كان عندنا 17 شركة سفر وسياحة، قد عملنا مع 100 شريك في قطاع السياحة عشان نقدم 100 عرض للشعب السعودي للترفيه وللحركة، وعشان كذا احنا سميناها أصلا تنفس، صيف تنفس، على أساس أن احنا نقدر نراعي القطاع الخاص والأضرار التي واجهها، وكمان نعمل للشعب السعودي. أن كثير منهم قالوا لنا لأول مرة قدرنا نسافر وسافرنا داخليا ومحليا، وشفنا الجبال اللي في عسير، وشفنا البحر في أملج وفي ينبع وغيرها، وشفنا زيادة في عدد الإنفاق وزيادة في السفر وعدد الزيارات للسعوديين من صيف تنفس
الى شتى حولك. لما اطلقنا برنامج شتى حولك يعني زادت عدد الزيارات من تقريبا 8.5% مليون في الصيف الى تقريبا 9.5% مليون في الشتاء. زاد حجم الانفاق من 14 مليار في الصيف الى تقريبا 16.9 مليار في الشتاء. وطبعا عدد البرامج زادت. واليوم احنا نتكلم عن شركات سفر وسياحه كانت 17 شركه مثل ما قلت لك في بدايه عام 2020 الى اليوم 93 شركه جديده في القطاع. طيب خلينا نتحول الآن إلى موضوع التحديات والإشكاليات والعقبات اللي تواجه السياحة في المملكة، وخلينا نأخذ موضوع السعوديين والسياحة في الداخل على كمثال ننطلق منه أيضا إلى السائح الخارجي أو السائح الأجنبي. أرجع لك أميرة إلى 2016، كان في استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للاستطلاعات في مركز الملك عبدالله الحوار الوطني، كان عنوانه اتجاه السعوديين نحو السياحة الداخلية. تكلموا فيه عن أهم التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار، قلة الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية وضعف البنية التحتية. أعتقد في تغير كبير في مسألة الأنشطة والفعاليات، وهنا برجع إلى يوليو 2020. عكاظ نشرت أو استفتاء في موقعها الإلكتروني وفي حسابها في تويتر حول الأسعار والخدمات السياحية في منطقة عسير. 84% من المشاركين كانوا غير راضين عن الأسعار وعن مستوى الخدمات وعن قلة المرافق، المواصلات والمرشدين السياحيين. هذه تحديات كبيرة للقطاع السياحي في المملكة، كيف تنظري لها وكيف ممكن احنا نتعامل معها ايضا خلال الفترات القادمة؟ طبعا فعلا تحديات حقيقية وفي مكانها. احنا اليوم بحكمنا مسؤولين يجب ان ننظر الى الامور من جانبين. الجانب الأول اللي هو من جانب السائح والمواطن السعودي. من الجزء الآخر يجب أن ننظر لها من ناحية المستثمر السعودي. فإحنا لازم نأخذ في عين الاعتبار الطرفين. عشان نعمل ذلك إحنا أطلقنا مجموعة من الأمور، لأنه مثل ما تفضلت وأنت قلت فعلا هذه تحديات وتحديات حقيقية. إحنا عملنا على أولا موضوع الجودة. بالنسبة لموضوع الجودة احنا اطلقنا معايير جديدة واطلقناها من قبل شهرين على اساس نرتقي بالجودة وبالخدمات اللي موجودة اليوم لدينا، وبدينا نشوف اثرها وحتكلم على الاثر اللي بدينا نشوفه. من الجانب الاخر احنا اليوم نعمل على تذليل عقبات الدخول الى السوق للمستثمر السعودي، لان السبب الاساسي اللي ياتي لي الإشكالية في الأسعار هو كثرة الطلب اللي أتى فجأة والمعروض اللي موجود اللي هو أقل بكثير من الطلب. إحنا اليوم هذا سوق حر، وإحنا نبغى نشجع ونبغى ندعم إنه هذا سوق حر للمستثمر. فإحنا ما نبغى نجي ومثلا نضع إطارات أو أمور معينة تحده من او تلزمه في معايير معينه ويعني تعيق موضوع السوق الحر. أميرة احنا بالعكس نبغى نحفز. في شيء مو معقول موجود عندنا، يعني وانت عارفه هالشيء. يعني في ابها على سبيل المثال، انت عارفه يعني مثلا في منتجع سياحي على 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 السودة، لما اسمع انا انه الليله ب 30,000 هذا شيء غير معقول يعني. وهل هو اذا كان على الاقل خمس نجوم هل هذا يعطيه الحق انه يرفع السعر بهذا الشكل؟ وكيف انا ممكن انا اجذب السائح السعودي الى هذا المكان؟ في المقابل في شقق كمان سيئه رديئه جدا اسعارها ب 500 او اكثر من كذا، والسعودي وهذا مجبور انه يدفع بهذا الشكل. انا مثل ما قلت لك التحديات موجوده، ما حد قال انه ما في تحديات وكلنا متفقين، يعني كمواطنين اولا ان التحديات موجوده. اليوم زي ما قلت لك احنا نعمل عليها. اولا انا لازم احافظ على السوق الحر وعلى تحفيز المستثمر وعلى زيادة المعروض اللي موجود اليوم بتذليل العقبات، ونعمل على ذلك. وجلسنا مع المستثمرين عشان نعرف وش الأشياء اللي تواجههم من إشكاليات ومن تراخيص وإلى آخره، وكيف ممكن نذلل هذه العقبات عشان على أساس نزود المعروض في السوق. من ناحية المواطن والسائح، احنا اليوم اشتغلنا وزي ما قلت لك طرحنا المعايير الجديدة
وألزمناها في السوق على أساس نرتقي ونرتفع بالجودة وبالخدمات اللي موجودة. فلما أنت تزيد المعروض وأنت تزيد الطلب وتصير حسب معايير عالمية واضحة معينة، هذه حتوزن نفسها. ولما نتكلم إحنا على الأرقام، إحنا بدينا نشوف أثر ذلك. يعني إحنا لما بدينا في البداية كانت فعلا على 930 والشكاوي اللي توردنا. لما نتكلم على الصيف اللي فات اللي هو صيف تنفس، حملة تنفس، المكالمات اللي كانت تجي 40% من الشكاوي اللي توصل كانت حول ارتفاع الأسعار. حلو. وجودة الخدمة المقدمة. حلو. لما جينا ننظر إلى الشتاء بعدها، بعد ما عدلنا كثير وبعد ما عملنا كثير، صارت المكالمات اللي تجي، الشكاوي اللي تجي على الأسعار أو على الجودة تقريبا 10%. فإحنا نحكي على نزلت من 40% إلى 10%. هذا السائح السعودي، أنا ما عندي وقت طويل، هذا السائح السعودي. بالنسبة للسائح الأجنبي اللي جاء، أنت تكلمت عن تجربة في فورمولا إي، 5000 سائح جاء خلال الفترة هذيك، لما كانوا يتصلوا على 930 إيش كانت شكاويهم أو أبرز شكاويهم؟ 930 بدت في 2019، وأعتقد أغلب الشكاوي هي ما كانت شكاوي، هي كانت استفسارات على الأكثر. كانت أنه الواحد يلاقي المعلومات، وين ألاقي المعلومات، واستفسارات أكثر مما هي شكاوي. يستفسروا على كيف ممكن ينتقلوا من مكان إلى آخر، والخدمات بصفة عامة. فإحنا اشتغلنا وعملنا على ذلك من خلال فيزيت سعودي، من خلال موقع فيزيت سعودي والأبليكيشن اللي موجود، وحتى نطرحه لما أي أحد يجي بياخذ تأشيرة يعرف أنه من خلال الموقع هذه يقدر يحصل ويستفسر على جميع المعلومات اللي يبحث عنها. حسب أي قلق في على قطاع السياحة ومستقبل السياحة سريعا؟ لا، قلق أكثر من جائحة كورونا. ما في جائحة كورونا، والحمد لله، الحمد لله جائحة كورونا وقدرنا نتخطاها، والحمد لله. يعني كيف تصرفنا في هالجائحة، وكيف قدرنا ندعم القطاع الخاص، وكيف قدرنا نروج في خلال هذه الفترة، يعني كان صراحة إشارة جدا إيجابية لإيش ممكن يجي مننا في المستقبل. بس أنا أعتقد الممكنات موجودة، أعتقد شباب وشابات الوطن بحالهم موجودين، من رواد أعمال، من مستثمرين، من عاملين في هذا القطاع، ما عندي قلق. وفي الشعب السعودي يمثلنا في الخط الأمامي. يعطيك العافية، وتمنياتنا لكم بالتوفيق، وكل الشكر لك الأميرة هيفاء السعود، نائب وزير السياحة الاستراتيجية والاستثمار في وزارة السياحة. شكرا لك يا أميرة هيفاء. وشكرا لك الله يحفظك. نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر. شكرا للمتابعة دائما. يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، ويمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقة سؤال مباشر هذه على العربية بودكاست. إلى اللقاء.